رح نروح لمحطتنا التالية نرمين. محطتنا اليوم هي محطة قانونية. كما يعرف الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، ولكن يمكن بأيامنا اللي عم نعيش فيها كتير قصص وحالات من الطلاق بالمجتمع بشكل عام. مثل ما بنعرف الأسرة هي مؤسسة اجتماعية بحكم القانون والشرع. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، نتعرف على أنواع الطلاق وإمتى بنلجأ لهذا الحل اللي هو أبغض الحلال. معنا بالاستوديو الأستاذ المحامي أحمد دعبول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم كل خير يا رب. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف على أنواع الطلاق حسب القانون السوري. بالنسبة لأنواع الطلاق، نحن عندنا بالقانون السوري هو عدة أنواع بتتم بأشكال مختلفة ضمن المحاكم السورية. بتبدأ أنواع الطلاق في اللي ممكن يكون كمعاملة إدارية أو بدعوة، هو طلاق بإرادة منفردة اللي بيتم عن طريق وقتها الشخص بيطلق زوجته بشكل إداري مع احتفاظه بكافة حقوقه ودفع كامل المهر إلى ومستحقات الزوجية، أو بيتم الطلاق عن طريق المخالعة الرضائية واللي هي عقد بين الزوج والزوجة بيتفقوا فيه على إنهاء العلاقة الزوجية في بيناتهم بالتراضي، سواء كان ببدل مالي أو بغير بدل مالي. في عندنا النوع الثالث هو التفريق، والتفريق له عدة أنواع. في عندنا تفريق لعلة شقاق الضرر، أو تفريق لعلة مثل الجنون أو العنة أو العتة. في عندنا تفريق لعلة الغياب إذا كان الزوج محكوم سجين أو غائب لمدة أكثر من 3 سنوات. في عندنا التفريق لعلة عدم الإنفاق في حال كان الزوج معسر ماليا وغير قادر على الإنفاق على زوجه. هي الأنواع المحددة في القانون السوري. نعم. واللي بيتم اتباعها بالمحاكم الشرعية السورية. نعم، يعني أنواع متعددة للطلاق. خلينا نحكي بشكل مفصل شو اللي بيختلف بكل نوع بما يخص حقوق المرأة. دائما لما بيصير حالة الانفصال، أول شيء ممكن يسأل عليه الطرفين هو شو رح يكون في ضرر على الزوجة من حالة الطلاق، إمتى بنقول ما رح تقدر تاخد حقوقها لما تطلق، شو اللي بيمنع أساسا أن هي تاخد حقوقها. اللي بيمنع من حيث نبلش من السؤال الأخير، اللي بيمنع لما بيكون السبب هو الزوجة، كان تكون حدد القانون والفقه حدد شو الأسباب اللي ممكن تكون ناشز مثلا. لكن بمجمل القانون السوري هو أعطى المرأة القدر الكبير من حقوقها، وخاصة التعديل الأخير، ولو أنه كان تعديل خجول عندنا بالقانون السوري، لكن هو خطوة نحو الأمام، يعني ممكن نستفاد منه ونتأمل خير بالخطوات القادمة نتأخذ حقوقها بشكل أكبر كاملة. لكن أعطاها الشيء الجميل، يعني الممارسة حقها لممارسة كافة الحقوق التي تلزم الزوج فيها إلى حد ما. طبعا بالنهاية نحن عندنا قانون الأحوال الشخصية هو مستمد من الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية يعني قد تكون في بعض الأمور غير موائمة للعصر الحالي أو العصر الحديث. لكن إذا بدنا نحكي نحن عن حقوقها، هي القانون ضامن الحقوق بكافة أنواع الطلاق، بدءا من الطلاق بإرادة منفردة في حال كان الطلاق تعسفيا، الزوج رغب بإنهاء العلاقة الزوجية مع زوجته، فهو ملزم بموجب القانون السوري بإيفاء كافة حقوقه من دون حتى السؤال، بإيداع المهر المؤجل والمعجل في صندوق المحكمة وإجراء الطلاق. في حال كان التفريق لخلاف ما بين الزوج والزوجة حتى بهالناحية، هي القانون السوري يعني حاول الإصلاح مثل ما تفضلتي حضرتك أنه هو أبغض الحلال عند الله. لهالسبب هذا دائما أي محكمة شرعية خاصة في دعوة التفريق تلزم الطرفين بشهر للمصالحة في محاولة الموائمة بينهما والتوافق وتعيين حكمين، سواء كانوا من الأهل إن كانوا يصلحوا أو من الأباعد في حال اختارهم القاضي في حال لم يوجد محكمين شرعيين. لهيك حرص القانون السوري على محاولة جمع الوئام دائما والمحافظة على الأسرة السورية قدر الإمكان. لكن بالنهاية يعني هذا شيء عام ولابد منه، شر لابد منه، لكن بالقانون شرعا هالشيء هذا الحفاظ على العلاقات الأسرية. وقد تكون أحيانا استمرار العلاقة الزوجية فيما بين الزوج والزوجة بجو من التوتر أو من المشاكل والخلافات قد يؤدي إلى مشاكل أكبر من الطلاق. لهالسبب هذا هو شرع لحل الخلافات بأسلوب ودي، إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. بالنسبة للحقوق الزوجية اللي مثل ما تفضلتي حضرتك، بالتفريق إلى العدة، بعد العدة طبعا إلى نفقة العدة، إلى نفقة ما قبل الحد من قضاء سنة قبل تاريخ الادعاء بالدعوة التفريق. في حال المخالعة الرضائية هو اتفاق ما بين الطرفين سواء بدل مالي أو عدم بدل مالي بالتعديل المادي 100 من قانون الأحوال الشخصية. لم يشترط وجود بدل مالي، هي اتفاق، هي عقد ما بين الطرفين لإنهاء العلاقة الزوجية. حتى نحن بنلاحظ القانون السوري يعني إذا ما قرن فيما سبق ولا فترة طويلة من الزمن، كانت النفقة الزوجية هي مبالغ صغيرة جدا لا توائم العصر. يعني لحد الآن نحن بهالظروف الغلاء المعيشي والظروف الاقتصادي اللي عمر في بلدنا
لحد الآن خفيفة لكن أفضل من الأول بكتير. نعم. معناتها خلينا بس نتطرق لموضوع التعديلات الأخيرة اللي صارت على قانون الأحوال الشخصية بحفظ حقوق المرأة، وبرأيك إسا بده تعديل القانون؟ من التعديلات المهمة مثلا اللي صار بموضوع الطلاق في موضوع المخالعة الرضائية، نحن عندنا المخالعة الرضائية كانت تعتبر في قبل التعديل هي عبارة عن طلاق بائن، طلقة بائنة بحق الزوجة، لكن التعديل الأخير اعتبر أنه هو المخالعة الرضائية هي فسخ لعقد الزواج. فسخ لعقد الزواج، كان يشترط من ضمن التعديلات مثلا أن يكون على بدل، أن يتم تبادل ألفاظ المخالعة ما بين الزوج والزوجة، لكن في التعديل الأخير مجرد التوقيع على عقد المخالعة يعتبر قبول مضمون وتعتبر المخالعة تمت دون تبادل ألفاظ. كثير من التعديلات اللي حاول فيها القانون السوري أنه يواكب العصر أكثر، يكون يتجه نحو القانون الوضعي، رغم أنه نحن ما بننكر دور الشريعة الإسلامية بهالموضوع هذا لأنه يحفظ الحقوق الأسرية والمحافظة عليها، لكن طبعا أي قانون عندنا مو بس القانون الأحوال الشخصية، أي قانون نحن بحاجة إلى التعديل المستمر، ونحن عم نلاحظ الشيء هذا من التعديل الأخير اللي حصل باتجاه جرائم الشرف اللي أقره السيد الرئيس، عم بيكون دائما نحو متجه نحو المساواة مع المرأة، كون هي الطرف المكمل للرجل، بنقول مساوي المكمل للرجل بكافة امتيازاته. نعم أستاذ أحمد، يعني مثل ما حكيت عن المخالعة الرضائية وخصوصا خلال هذا الوقت وبعد التعديل، ولكن المعروف عنه أصلا بالقانون أنه المخالعة هي تصل إليها المرأة لما مثل ما بيقولوا ما عاد بتلاقي حلول أخرى، فهي بتقول خلاص أنا بستغنى عن كل شيء مثل ما هو معروف مقابل أنه أنا أخذ حريتي. هي الكلمة أو هذا خليني أقول البداية للمخالعة أنه هي الاستغناء، أنه هي بتتنازل عن حقوقها كاملة، المهر والمقدم والمؤخر وكل شيء، يعني فينا نقوله حتى ممكن عن النفقة تتنازل مقابل هي تحصل على حريتها. ما فيه إشحاف هي، يعني ما في شقين الموضوع هذا. قد تكون الزوجة، يعني أنا بعتبرها المخالعة قد تكون هي مثل ما حكيت حضرتك هي الدرجة النهائية اللي أنا ما عارفين يتحمل متنازلت لك عن كل شيء، الحلول الأخرى ما مشيت تماما نحكي بشكل عامي، لكن هي قد تكون علاقة أنا من وجهة نظري أنا هون الشخصية والقانون أنه هي بالعكس شيء جميل راقي متحضر القيام بين الزوج والزوجة، شعور بعدم الاتفاق فيما بينهم، نحن بيننا أولاد نتفق على تربيتهم على استمرار علاقة الصداقة بيننا على إنهاء العلاقة الزوجية دون أي إساءة. المخالعة الرضائية هي اتفاق بين الزوج والزوجة، بالنهاية اتفاق، فهي مجرد وجود هالكلمة الاتفاق هي دليل تحضر لإنهاء العلاقة الزوجية. ما اختلفنا بس خسرت بموجب هالاتفاق ممكن كل حقوقها، من خلال الخبرة العملية يمكن يكون أحيانا يعني ما بده يفوتوا هنا بمحاكم طلاق وتفريق وتباليغ والقصص هي، المحاكم ممكن تاخذ شهور معنا انه يتفقوا انه انا بدي اعطيك البيت هذا تعيشي فيه انت واولادك، انا عم اتعرف على امرأة اخرى في عندي اسبابي خاصة، تفضلي هاي البيت ولك مني انا كل شهر مثلا المبلغ اللي ممكن يحكم لها القاضي اقل منه، لكن باتفاق الزوج والزوجه ننهيها باسلوب متحضر. قد يكون انا عم بحكي شقين، قد يكون ما حكيتي حضرتك انه فعلا واصل الى درجه من الاساءه اللي هي بتنهي العلاقه الزوجيه باي شكل كان تحت اي ظرف، او قد تكون باسلوب يعني اللي بيتم نحن على الاسلوب المتحضر الاسلوب الراقي بالاتفاق مع ايفاء المراه حقوقها. هي مساله انا بعتبرها قبل ما تكون قانونيه هي مساله اخلاقيه، خاصة إذا كان في أولاد، الرجل بالنهاية هي زوجتك وأم أولادك، ما في داعي أنا أجي المحاكم لأعطيك نفقة شرعية، ما في داعي أنا حجة لعمل ما دام أنا مقتدر مادياً أو بحدود قدرة المادية، لو حتى كان موظف براتب محدود، أنا ممكن أنا راح أعطيك بالنهاية هي زوجته وأولاده. لهالسبب هذا ممكن يكون المخالعة الرضائية تمت لحل كثير من الإشكالات، حتى لتجنب جانب مهم جداً وهو موضوع الإراءة للأطفال، لأنه الجانب النفسي ممكن يتأثر في الأطفال بمركز الإراءة في حال حصول خلافات رح يسبب عقد، رح يسبب إشكالات، لكن إذا كان الاتفاق ما بين الرجل والمرأة على هالشيء هذا، على مواعيد محددة لزيارة الأولاد، على النفقة الزوجية، على كل شيء، رح يكون أسلوب جدا جميل ومشجع عليه في حال لم يتم استمرار بالزواج. نعم. إذا ما نحكي عن يعني موضوع الأطفال بالطلاق، دائما هنا بيكونوا الحلقة الأضعف. صحيح. بدنا نحكي عن حالة إنه صار الطلاق والقاضي يعني حط مبلغ معين كنفقة للأطفال، ولكن الأب ما نوعه عم يلتزم أو صار في تكاليف إضافية، اليوم الأم كيف يتابع هذا الموضوع قانونيا؟ هلا مثل ما حكيت قبل شوي، لحد الآن نحن رغم إنه القاضي عم بيقدر يعني مبالغ أحيانا النفقة الزوجية لا تقارن بالتقرير الأول اللي كان يقرره سابقاً، لكن إلى حد الآن هي مبالغ كتير ضئيلة جداً، مثلاً 10,000 ليرة أو 15,000 ليرة لنفقة أولاد أو لنفقة
هو غير كافي ابدا، غير كافي قصد مدرسي او روضه او معدات مدرسيه. صحيح. لكن هون يعني القاضي كمان بياخذ بعين الاعتبار شيء كثير مهم، هو دخل الزوج. شخص موظف ما في يحكم اكثر من 25000 ليره مثلا، 30000 ليره، موظف راتبه 70000 ليره راح يقدر يحكم اكثر من هالشهاده. لكن اذا اثبتت الزوجه القدرة المادية للزوج، عمله بالتجارة، صاحب مردود كبير، بإمكان القاضي يحكم على الأساس هذا. يعني القانون عندنا ناقش كافة القضايا وحاول أنه يوائم إلى قدر الإمكان، بالنهاية ما في بالنهاية عدل مطلق، قدر الإمكان ما بين الزوج والزوجة لحل هالمشاكل، وخاصة بخصوص الأطفال. وكان وطرق كثير تعديلات نحن بقانون الأحوال الشخصية على موضوع الحضانة، على موضوع مثلا التعديل الأخير كانت الحضانة نحن عندنا الأم ثم أم الأم، لكن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية صار الأم فالأب. وهذا اللي كان بدي أسألك عنه، موضوع الحضانة هو موضوع كثير شائك حقيقة يعني. صحيح. وبيصير فيه كثير تلاعب، يعني اليوم الحضانة مثل ما قلت هي الأم، ثم أم الأم، الأم صار الأب، ولكن الحضانة بحد ذاتها يعني خلال فترة هي الحضانة كتير بنسمع أوقات عن ضغوطات تمارس إما على الأم من أجل مثلا عدم رؤية أولادها إذا كانوا الأولاد مع الأب، أو بالعكس إذا كانوا الأولاد مع الأم أحيانا ممكن ينمارس ضغوط حتى من أهالي الزوجة، حتى لو كان صح. بعدم رضاها للزوجة بأنه ما في يشوف الأولاد، هو اختار هذا الطريق، هي أبسط شغلة أنه ما تخليه يشوف الأولاد، وبيصير في عنا تنشأ مشكلة حقيقية. فبيصير مثلا انتظار السن القانوني لأخذ الحضانة، وهذا الشيء بيأثر فعليا على نفسية الأطفال. وبالقانون حاليا سمعنا عن كتير قصص، الأب صحيح. ممكن يخلي الأم تتنازل عن الحضانة مقابل أسباب تانية، ممنوع تتجوزي، إذا تجوزتي بتروح عليك الحضانة. طب ما هي ممكن تكون أيضا إنسانة وبدها تستمر بحياتها، وممكن ما تتأثر تجاه أولادها. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. حتى التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية حدد أنه إذا كانت في حال زواج الأم وكانت قادرة على الاهتمام والعناية برعاية أولادها فلا تعد سبب مسقط الحضانة. أو يعني عدة أمور أخرى ممكن مناقشتها لبحث مفصل يعني لموضوع سواء إسقاط حضانة عن الزوجة بسبب الزواج، بسبب العمل، بسبب أمور غير أخلاقية، هذا موضوع آخر يتم بحثه يعني بيشوب جدا يطول. لكن المشكلة هي بغض النظر عن القانون، القانون حدد وألزم الطفل سواء الإمرأة امتنعت عن إعطاء الحضانة أو الرجل، حدد القانون هالشيء هذا بآلية تسليم عن طريق تقديم طلب إلى القاضي الشرعي الأول اللي بمركز الإيراء. لكن نحن لازم ينحكى فيه بشكل موسع أكثر من الناحية القانونية، الناحية القانونية اللي ما عم يتم اتباعها رغم أنه القانون نظمها، لكن عم يلحق فيها كتير ضرر نفسي بالأطفال. لهالسبب هذا لما بيكون أنه في اتفاق ما بين الزوج والزوجة حتى لو كانت يعني مثل ما بنسميها واسطة بيناتهم للشيطان الرجيم، خلي الأولاد خارج هالمعمعة هاي، خليهم يكونوا نحن نتفق كل خميس او كل جمعه او كل سبت، بشكل لانه مجرد الذهاب الى مركز الإراءة، وجود اطفال بهالشكل هذا بهالمركز هذا، نزاعات الاب والام احيانا بتوصل لمرحله انه ادعاء الاب على الام بالخطف يجي على مخفر شرطة، احيانا بتوصل العكس، الام حارمه الاب من رؤيه اولادها وهي حضانه لحد سن ال 15 عام هي بحضانه الام، بيرجع الرجل رفع دعوى خطف، بصير الشاطر من الزوج او الزوجه اللي بده يعني يقوم بأخذ نقاط على الآخر، وهذا الشيء كلياته بالنهاية ينعكس على الأطفال على الناحية النفسية على الناحية الاجتماعية. لهيك أنا بتمنى يصير يعني مناقشتها حتى اهتمام الإعلام فيها بالدور الأخلاقي في حال وجود الطلاق. طبعاً أكيد. أنه التركيز على موضوع الأطفال لأنه هن مثل ما بيقولوا الحلقة الأضعف مع ستون. نعم. يعني الموضوع يطول عن القانون، قانون الأحوال الشخصية وموضوع الطلاق وحفظ الحقوق، وأكيد في شغل كتير لازم يكون بالمستقبل خصوصاً مع تغير الظروف الراهنة. بنشكرك كتير المحامي أحمد دعبو لوجودك معنا. شكراً لكم، شكراً لك أستاذ أحمد، وشكراً لوجودك معنا.